السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم بخير. وياكم مشاركين اليوم فيديو جديد لعبة ماونتن بليد وار باند. طبعا هذا الفيديو راح يكون عن طريق شرح، بالاحرى مو تهكير وانما الخدع الموجودة للعبة. مثل ما راح تشوفون راح نبدي لعبة جديدة وراح ابديها من الصفر، وتعرفون شلون طريقة الخدع معتها. طبعا هنا الاختيارات عندك انت، اتوقع تعرفها حسب ما لعبها، النوبل او تاجر او محارب ايا كان. طبعا دائما اختار انا محارب وشايل بانر اللي هو يونيفرسيتي ستودنت حتى اقدر اقرا الكتب. هنا يقول لك شنو السبب حتى انت جيت لهاي البلد، حتى شوف هنا عندك انتقام او خسارة من تحب او مجرد هيك يعني عجبك الوضعية تريد عارك. هاي طردوك من بلدك، وهاي انه الرغبة في المال والقوة. طبعا الرغبة في المال والقوة نبديها realistic. طبعا الاسم معكوش كان، خلي على العموم هنا اي شي تردونه. انا حاليا اريد بس اوضح لكم طريقة الخدعة شلون راح تكون. نكملها ونبدأ. طبعا هاي الشخصية ما بي حلو يعني، فراح اخليه مثل ما هو. على العموم هنا أنا وين راح تروح؟ راح يكون البرافين، لو يعني مناطق اسماء المدن موجودة. روح البرافين. طبعا هنا اول ما تبدي، طبعا دائما بداية اللعبة راح تكون انه هيك مواجهات تواجهها، اشخاص يتعرضوا لك. وما ما انطق. اوكي ظهر ما يقبل يموت. خلينا نشوف بعد اكو عندنا غيره لو لا. الظاهر اكو غيره. طبعا هذا بولت، ف لا هذا هذا تاجر جيت قلت. على العموم نروح عنده، هو مهمه انه اكو مجموعه من الاشخاص جاي يضايقونه ويضايقون تجارته، ف احنا المفروض هاي المهمه نحاول نخلصها. على العموم هاي اللعبة هي هاي بدايتها. للي ما يعرف شلون ينزل اللعبة، طبعا نشرت فيديو، اول فيديو نشرته هو عن طريق تنزيل العاب من موقع Ocean of Games. هذا الموقع تقريبا موجود ب 98% من الالعاب، وواحدة منهم اللي هي ماونت بليد تقدر تكتب موجودة، تقدر تنزلها كملف كامل حجمه 3 جيجا ب تقريبا 3 لعبات، مانتن بليد ومانتن بليد وار باند ومانتن بليد وذ فاير اند سورد. فعلى العموم احنا مو هذا موضوعنا، حتى نحاول نصعد مستوانا. طبعا حتى نصعد مستوانا نروح فرضا للانفنتوري، شوفون الفلوس اللي عندنا 1230. اريد اصعدها مجرد انه اضغط كنترول اللي هي اخر دقمة اليسار اللي جوه، كنترول واكس مثل ما تشوفون يصعد الف الف. احاول اصعدها هيج، صعدت مستواي مجرد تضغط كنترول واكس، ماكو اي مشكلة بيهم. الشغلة الثانية اللي اقدر اسويها انه اصعد مستواي هنا نفس الحالة، كنترول واكس كنترول واكس يصعد. او بالاحرى كنترول اكس يصعد الاكسبيرينس اللي هنا، وبدورها تصعد الليفل. اذا تريد تصعد الليفل مجرد تضغط كنترول و ال، كنترول و ال يصعد لك الليفل باستطاعتك ذيك الساعة انه تقدر تصعد مستواك ذيك الساعة، راح تسهل لك اللعبة. اكو موضوع ثاني اللي هو الشرح عن طريق اكسبورت الكاركتر، اقدر انه اصدرها لل
للماي دوكيمنتس، وهناك اقدر اسوي عليها تعديلات، وانه بارجع ارجع الشخصيه مالتي هنا وراح القى كل شيء مستواه صعب. طبعا هذا اول فيديو لهاي اللعبه المونتن بليد. طبعا ده نقدر نقول هي احلى لعبه شفتها بحياتي على الرغم من بساطتها. لكن ان شاء الله ماكو فيديوهات ثانيه عن قريب، واذا تحبون بعد شرح او طريقه طور اللعب او قصه او ايا كان، فقط تعليق، ولا تنسون الاشتراك بالقناه. في امان الله.